خلال 100 يوم فقط تمكنت جمارك دبي من تقديم 19 خدمة ذكية لمتعامليها، لتتمكن بذلك من التحول الكامل إلى التعامل الذكي، حيث جرى إعداد خطة اتصال متكاملة هدفها تعريف المستخدمين والمتعاملين بخدمات الحكومة الذكية في جمارك دبي. وتقدم جمارك دبي عبر بوابتها للخدمات الذكية بواسطة الهاتف خدمات تشمل طلب التسجيل للحصول على رمز جمركي يتيح للمتعاملين ممارسة الأعمال رسميا وقانونيا مع جمارك دبي، وطلب برنامج اعتماد العملاء، وطلبات الحصول على رخصة استخدام المستودعات الجمركية لتخزين البضائع مع تأجيل دفع الرسوم الجمركية مؤقتا، وكذا طلبات تسجيل العلامات التجارية للحماية من الغش والتقليد. وتمكن منصة الجمارك الذكية على تطبيقات الهواتف من الحصول على التخليص والبيانات الجمركية للتصدير والاستيراد والعبور والتحويل والإدخال المؤقت، وتمكن العملاء من الحصول على شهادة تخليص الرسوم الجمركية على المركبات. ناهيك عن فرصة تقديم خدمة للحصول على المشورة والتوصيات والنصائح إلى العملاء وتقديم المعلومات من خلال خدمة رافد إلى جمارك دبي بغية الحفاظ على السلامة العامة ومكافحة الفساد والممارسات المشبوهة، وخدمات أخرى تتمثل في الحصول على الموافقة لتسجيل بيان الشحنة المانفست وإعادة التأمينات الجمركية لاسترداد الأموال المودعة على سبيل الأمانة في حالة الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وطلبات استئناف لقرار أو اقتراح صادر عن دائرة جمارك دبي، وطلب الحصول على رسائل وشهادات للمتعاملين الراغبين في الاستفسار عن سجل معاملاتهم، وتمكين المستخدمين من تفاصيل المعاملات السابقة أو المعاملات الجارية. وتوفر تطبيقات الجمارك الذكية خدمة التسجيل أو الاستفسار عن دورات التوعية والتدريب للعملاء الذين يريدون مزيدا من المعلومات حول قواعد وأنظمة جمارك دبي، إضافة إلى خدمة تقديم الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عن خدمات دائرة جمارك دبي وخدمات أخرى.